شكرا لك لأنك وديتني حكاية مسك. تستاهلين حبيبتي، وإن شاء الله كل سنة نكون متواجدين هنا. بابا أبغى أروح المؤلف الصغير. ولا يهمك، أسأل وين مكانه وأوديك له. أكتب قصص، وأنا دائماً أكتب قصص في البيت. بحكاية أمس قدرت أطبع قصتي وأشاركها مع العالم. أشعر بسعادة يعني كبيرة لما جيت لهالمكان وشفت هذا التفاعل والتناغم بين أفراد المجتمع. هناك يعني راحة نفسية عند كثير من الزوار لما يجي ويدخل، يحصل أشخاص يخاطبونهم باللغة المفهومة، يندمج بشكل لا إرادي في كل أقسام وفصول حكاية مسك. مشاري على فكرة في مسرحية مقامة في حكاية مسك، أنا سمعت عنها وراح أحضرها بإذن الله اليوم، اسمها قاط وقاط. أوه شكلها حماس، أنا إن شاء الله بروح. كل سنة عن سنة المعرض يتجدد، يتطور، يجيبون أفكار جديدة، أشياء فعلاً الواحد قاعدة تعطينا إبداع، قاعدة تعطينا إلهام، كيف الواحد يبدع، كيف الواحد يبدأ من الصفر.